السلام عليكم المشاهدين، نهاركم مبروك بخير، صحة لاباس، مزيانين. سمحوا لنا على هذا الفيديو هذا لأن مع الأسف قررنا نوقف المسابقة لأن وقع سوء تفاهم بيناتنا. ما بغيناش نخبي عليكم ولا شي حاجة باش ما نظهر لكم شي فيديو آخر وما يبانش معنا الفرقة وتقولوا على شنو كاين شي حاجة ما قلتوا لنا والو. هذه لهذا قررنا أننا نخبركم، واخا معنا شي الحسن ناقص ولكن وقع واحد سوء تفاهم ما بين اختي فاطمه والحسن، لهذا الحسن ما كتشوفوش معنا ما جاشي. المهم واختي قلت لها زعما نكمل وعيطت له انايا، قال لي صافي انا ما عنزتش نكمل. واختي عاوتاني حتى هي بيدها ما بغاتش، انا ثاني ما نكملش، انا ماشي بحالي. عمتي والحسن هما اللي قلنا شي تحزين ما يتراجع، ماشي واحد يبرد واحد يطلعوا بجوج وصافي، طلعوا بجوج هذا وجوج وطلعوا بجوج بحال. وعمتي فاطمة معايا طلقة باب البكي هنايا والروينة سكت معايا بالدراري. كنت داير شي باكي كنينيكس. طلع الكواليس. أنا قلت في المشاهدين. من الاول حتى الاخر كاينه الطاقه الايجابيه ما كاينش البيت ماجد احسن ماجد انا غالبا سمحنا المشاهدين سمحنا خايل لان جاتنا هذه الفكره كاملين اتفقنا عليكم، قلنا شوفوا قلنا المشاهدين ديالنا نعملوا فيهم مقلب ضروري، خصنا شي مقلب نعملوا فيهم في هذا رمضان نصدموهم شي حاجه. وجاتنا الفكره هذا النهار قلنا هذه هي الفرصه. زعما حازو المهم سمحنا بروح رياضيه واحد الثقه على المشاهدين ديالنا. هو قال بنقولوا لحسن وعمتي. طالع علينا مفاجاه، طالع حازو لحسن وعمتي، وسمحوا لنا المشاهدين انا ولاد خيمه. ما عندي معاه فراق. ما عندي معاه فراق. بسرعه كنا باقي كنا باقي ما نطلعوا المقلب وغلف فينا الضحك، ما قدرناش نكتبوا لهم المتابعين غلف فينا الضحك. والله الا كان صغير كان صغير زيدوا انا وطلع على الدم المقدمه كوقينا فيها شي ثلاثه المرات في البوكس. لا المرات حنا كنعاودوها باش كنبداو كنبغيو نعملو بكم مقلب وما نقدروش يغلب فينا الضحك، عاود نعاودوها نعاودوها في الله وهادو ما طولناش فيها، يلاه بدينا عاود غلب فينا الضحك. يلاه يلاه على بركة الله ناظرة عاوتاني جات كتصورنا كنشكروها. بسم الله على بركة الله. الفريق الأزرق حتى فرقة ياز 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 يا جبادي ياز 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 يا الحنينة جي 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 الحنينة. طري عليها المرض داغية، قول له طاح داغية من تم صنت عليها لقبان، قال لي انا طالع هو باقي ما وصل. سمعت فاطمة العيط الله نحسن زعما بحال اللي هو هنا يا خويا نحسن في الدار ديالو بعد فين عاطي بحال نازل شحال هذه ما كانش التليفون كيبقاو يعيطوا من دوار لدوار دوار لدوار يا نحسن انا كانوا يتسمعوا اقسم بالله كيسمعوا تصوروا اجبر مثلا بحال الدوار قريب علينا بحال هنايا ماشي بعيد بزاف يكون قريب مثلا في الواجهه كيعيطوا كيسمعوا صافي لما سمع شي مول الشخص المعني بالامر كيسمع شي واحد من الدوار كيخبره كيقول لهم كيعيطوا عليه. لا لا هذاك البارد شحال هذه الرسائل عاجبك ديال الزرقاء هذيك الطياره عباك احمد يدان عليك يدان عليك دن 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 دن. المهم المشاهدين هالنهار واحد النهار واعر ما شاء الله، خرج الغربي والشمس ما كايناش ورجع البروده وبيته واحد السمره تبارك الله. والله الا نهار نخدموا معكم مرتاح تبارك الله واحد الطاقه الايجابيه، وبدلنا البلاصه كما كتشوفوا نخدموا هنايا لان ملي بدا رمضان ما خدمنا هنايا لان بسبب الحراره ما كناش نقدروا نقفوا هنايا، كنا نقفوا رافعين على حساب الظل. دابا ان شاء الله نخدموا هنايا. دابا قولوا لنا قولوا لنا احسن نبقى قول وقع روينه قولوا صافي علي فاطمه قاتلنا المشكي عندك تضحي. لا لا ما نضحكش نقولوا لنا احسن صافي قول لها لا تدخلش في التليفون وياه على حساب تمام ما تجيش يا النهار واش جبرت واش طا بلاتي واش طا واش طالع واش ما سحرتش اش نقول له واش طالع ولا باقي معطل واش طلع ولا باقي معطل؟ طلع
ايوا قيل ما دابا ديالو هي بان لي انا المسابقه قيل ما كاينش من عبد العالي طلع له الدمعه مثيعه وطلع على الدم بان لي ما جبرت ما يجنيو الجول بان بحال المسابقه وقيل فرتيك ناعي صافي ها ما تيقتش لا واه يا عم فريك بعد على البيمه مشات بحال تمشي تجيبه ما عنديش قاد الله يلا كيف تلبي ما مشيت بمشي نجيبها اشتي شفتي مع عزاز ولا الحفاني لقينا واحد المقلب بالمشاهدين وقلنا لهم حنا سالينا الجقله لا وصافي لحسن وعم تنوضوها والله هي هذه ما كنت دابا القرعه هي اطلعي واطلع القرعه يا محمد هنا كل شيء باقي عندي انا ناقص قلت ليها الله القرعه بنات القرعه القرعه اليوم عرفتي واحد الشيء هذا الشيء الدجاج والروينه والكيف ما يما مروه يلا مروه ثاني جات من المدرسه يلا با هاي وي احنا كنعيطوا لي حدا هنا اوه انا كنفتش عليه يلا با يلا الحسن واخا قلنا له ما تقش الحسن ما تقش انا قوي ما قال لي لا انا ارى خويا لا هذا الحاج محمد الله يحفظك قال لي صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا صباح الخير يا متنازع يا الفريق يا متنازع صباح الخير الفقير يا متنازع يلا يا عيد واحد جوج ثلاثه عيد واحد اليوم المقلب للشطيح والمكله حتى الفطور ساعه نوجدوا الله الا الفرقه هذا من هذا مقدمه المهم انا كنعتذر من المشاهدين حداكم سمحوا لي لان هاد اليومين عديت عليهم ديك الفيلتر سمحوا لي سمحوا لي سمحوا لي بلاتي تعاود انت لا تعاود انت هنا دير العشبه المهم انا كنعتذر مني على ديك الفيتر في اليومين تعديت عليهم اجي نقول سمحوا لي اصاحبي كبرتنا رجالنا غلاظين انا وجاي حط طنجره خلونا بعد خلونا الوالده الوالده ما فهمت مسكينه والو بقات تشوف بقات صافي صافي سمعت بقات كتشوفهم في التلفازه مسكينه وكتضحك كتقول شنو هالجنون هذا ما قاولي ما الجنون ما قالاش الشياء تاع انا معكم حتى النهايه ان شاء الله يا ربي كما كتشوفوا اليوم عندنا جوج ديال الوصفات اللي غيكونوا شويه سهلين ماشي صعبين بزاف ولكن كما عرفتي العود واحد بيعدل الرغيفات على شكل سيجار يعني اللي غيكونوا ميكس يعني مخلطين باش بيكونوا معمرين عيكون بيكونوا ميكس مخلطين بين الكفته والدجاج اه يا سلام نص 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 زيد وعيكون عاوتاني الكريب على شكل بريوات مقلي او بلا شامبليون بالدجاج تصفيقه 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 كل شيء ضحك كل شيء ضحك آه ما شاء الله يلا تشوفوا بلاتي اللي ما يجي فيه العود بيعدل الرغيفات ميكس واللي ما يجيش فيه بيعدل الكريب بلا شابليغ يلا سير صافي يلا عدل بلاتي حدا تسعك لا تعطي محمد علي النظيرة هاكي احمد عدل انا نعمل لكم انا عدل انا عدل لكم محمد يلا سير هاي بدي هناك ولا نشوف لحنا ما عطاش اكثر من مرات خي هذا صح شنو قلت العمر العمر بعد بعد ديك ميكس كي عندك ميكس كي عندك بحال اللي قلنا اللي نرى لو عبط لي في زيت الشاطليوب اه معناش الفراخ عندكم في ديك وعندكم واحد الفراخ علينا هيكم جات معك هذه الوصفه عجبك دقلي عجبني القلي عرفتي ولا نقلي هذا المتعه في القلي فهمت والله الا المتعه وديك حرك كنتمنى حق نوفق الهجر ديال الفريقين ان شاء الله يا رب الله يوفقكم في العمل ديالكم وكنتمنى انكم تكونوا ناجحين ديالكم شكرا لكم بزاف على التعليقات كنت في الكاميرا كنت الكاميرا كاين واحد التوتر امام المتابعين انا اكبر واحد نحشم مع الكاميرا اللي خرجت فيه العجين حنايا ابو فايك فاطمه خدام العجنات صافي صوت في الكاميرا تضرر خاصنا الشفيره راه اشرف راه شي شفيره مزيان كاين المؤسس جدادنا صاحبي لا 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 هذيك قديمه هذيك حافيه كاين اللي خرج جدادين اللي جاب لنا الحسن ولا خصنا نزور بصله السالف مثل شي متسخر نجيب البصل في العشيه نجيبوه البارح كان الخضره رخيصه واعره شحال اخت الخضره كان البارح في السوق؟ ك 70 80 ياه 3 دراهم ونص 4 3 دراهم 5 دراهم مرتي تشوف في الفيسبوك فوري راه كلشي 3 دراهم الخضره كامله 3 دراهم
صح تبركم الحمد لله. حنا داكشي اللي بغينا خصنا تكون رخيص كلشي ياكل نفسه الدرو كامل ياكل مروه دخل بنت عند البيضه دخاي شوف كيفاش كتعصب شوف 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 ما كنتعصبش يا با انا كنا كنعمل لهم بيض وتقول فاش فاقتنا فطرتي لا يا فطرتهم اللي فاقت ولكن دابا راه ما ننساش راه جوج جوج د النهار ماشي باقي الصباح دخل دابا مع 12 اش نقول لك بالطيب لو شي بنتي البيضه بزاف انتي عارف البيض ديالو باش البيض ديالك لدادينا بنتي حنا عزازين علينا البيض ديالك الصبيعه ديالك لدادين يلا بسم الله العجينه وصل شنو فيها كما العاده عطاني شنو في العجينه العجينه هذه فيها عين ملحه عين ملحه صافي علاش غنورقها بالزبده ملحه كيجينا يعني مورق بحال كتبقى ديال الباسطيله يعني عجول على شكل سيجار الخضره يعني ما كيمشيش من الخضره بزاف عندي ثلاثه ديال البصلات واحد الفله حمراء واحده خضراء واحد القرعه وحاجه الطوماطيشات وعايجي معاهم الدجاج والكفته الدجاج يعني كناش ميكس يعني مخلطين خلطين الجلده نزولوها الدجاج باش نطحن حيدوا ديك الجلده حيدوها حير كيفاش شاوي صار واحد غطحنوه غنطحنوه ها في الهشوار اللي غنعد الان يعني علاش تمات ميكس يعني باش تجي مخلطه يعني غنطحن الكفته ديال الدجاج مع الكفته ديال البقري صافي اوف مشتو دابا جبنا الكوزينه ديالنا لهنايا جوام جوج لا واحد سير الله يقوي من مثالكم امين شنو هذا وصار هذاك مزيف الكتان والبافو وزريعه ذو القرع وزريعه البيضه الكحل كلش لا حاجه مخلطين هنا هذا ما نديرو معاه نوضي راه خدامه كذوك محمد علي عاوتاني المهم كلشي خدام الدجاج نطحو وصافي صافي من حال الدجاج تطح شكل كيف تاع علاش انت البارح تربحت عليه انا اللي نصوت انا البارح تربحت عليه البارح الفرح يا ولدي الله الله تبارك الله عليكم في الطيعه واعره عمل جولي لا باقي يا مروه خلي زيد بلوهم عندك بلوهم في الغبيره ديالهم ليش كينطاك هذا الطاجن هذا الطاجن شفني شي عاد عرفت الصغير خلاص غنجمع فيه الزبده انت مروه الكبير ولا الصغير فرعتي داك باش فرعتي الشفره راه نشوف فيه هناك لاباس يا قال عطى راه شفنا فرسناش احنا عاوتاني يلا كيفاش راه البصله المرعب كان مشوق وفي عطحنوها 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 ما خليت حتى حاجه صافي غادي نكبوها هنا في الطاجين خوي خوي في الطاجين انتم كنحطوا الدجاج ديالنا اللي مطحون يا نعم سيدي والكفته الكفته باقا مقليه كلشي خدام انا راه قصب حد واحد جهد البروده اوه وعلى راحه وعلى واحد الاحلى طاقه واعره وزيانه الدعوه تبدلت الاحوال محمد هو خدام بالنيه ديالو ولا اله الا الله الملك المعبود والحمد لله وعدنا حتى دابا على كل حال وقدر الله ما شاء فعل لاش وانا شنو وقع لي انت هو تلاها يا درجه عبايصه والله الا جات هذيك والله الا رد بحال بيصه لا مزيانه ماشي مشكل بحال الخص وي رجعت على بحال الكفته والله ما تفرق بيناتهم حتى الخضر رجعت بحال الكفته والله حفظت حتى تفرق ايوا كيفاش رد طحتيها بزاف صح دابا انت في دابا العاني خصها تخرج شي مشكل واخا مطحون هي ما طلعش الناس طلعوا كتشوفوا يصل دابا كتشعل هذا الطاجين اللي فيه الخضر والدجاج والكفته ملحه شويه مرحبا بك مرحبا بك نعماس اكيد داير لاباس عليك بخير زرتنا البركه نعماس واحد المقلب بقينا في المشاهدين المشاهدين تصدموا بقينا في محل مقلب خاطر قلنا بان الاحسن وكملنا بك انت بغينا تنتينا نقول بك ساعه انتينا وقيل عقتي
أو لا؟ لا أش مين؟ فاش فاش اتصل بك أحمد كنا كنصور باش قال لك عمتي ناضت قربلة كيفاش وكيفاش بغينا نقول بوك حتى أنت. والله ما فطنت قسم بالله. والله إلا سحبنا عاقتي وكان أعلانيتو المشاهدين كما كتسمعوا. درنا لكم مقلب خاطر يعني قولوا ابنكم أنتم باش تقولوا راسهم تزيدوا تقطوا لنا اللايك. أنتم الخطة كيفاش ماشية شوف خاص السن بالسن والبادي أظلم. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. حنا قول ابنكم تبسكم تقولبونا باش ما ترجعوا علينا. لايك. فرقع اللايكات المشاهدين ضروري هذا الفيديو خصيت فرقع باللايكات على ود المقلب. لأن الفيديو تلخ. الفيديو اللي قالت دابا هذا ان شاء الله يربيع وفرقعوه باش الفيديوهات الاخرين فاجاتونا الله يلا تهلاو فينا باللايكات الفيديوهات اللي قازوا صراحه فهمتي باش دابا الجديد ما كاين عاد جديد عن جديد فرقعوا الفيديو باللايك لا صافي صافي وبيجي واش الكراهني بحال مني واحد واحد له هافه يا وبيجي فيك صاحبي انا تقول جيب ودي انا كنقسم بالله ما نجيب له حتى تجي سكرات الموت قال باش ما يطمعها فطلع على وجهي والله انت ما طحنوشي لا مروه انا ما بغيتش نطحنو لا 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 طحنوشي بزاف شنو هذا الشامبينيو هذا الهشوار دابا انت طحين ماشي تشلاب لا شنو هذا الشامبينيو ما نطحنوش يجيب لي قراضه لا انت قال لك القراض يتقرض باش يبقى صغير لا ولا قطعوه هيداك لا تطحن غير جاع كامل معفس باش ما يطلقش لي دابا خاص عطاش قطعوه صغير يلا ونزيدو البصله ولا زيد حبيباتي صافي وبنزيدو هذا تقلى ديك ساعتي الريك ساعتي حنا كريمو كنتعاونوا والله في الطاجين قسموا على جوج حنا جالسين صافي حنا نقسموا بالشفيره وصافي توصل داكشي داكشي دابا ياسر دابا دابت الكفته دابت كامل شي كي داير شي كيفاش كيبان دابا خصنا نغطيو دابا صافي صافي غطي يلا بلاتي يا محمد سيدي فهم معانا غطي خلي داكشي تقلى غطي غطي وخليه احمد عاوتاني جاب الطاجين ديالو عاوتاني شعل العافيه نعيرو نمول كان نعيرو الله هنا في الطواجين محمد ارا ديك المعلقه لها نعاود يا ما كاينه هذه كاينه راه المعلقه مهرا لا خصني هذه انتوا مع الصباح واخا قايل يهدى والله الا قلبو بيا دريوش مسكين دريوش عا كنظلموه وصافي ديك النظره في ليمشو جمع داهم السيم هذوك النظره في العمي عبد الخالق لا طلع من الداخل انا دخل خلاني دام عمك الحاج عم خاك الحاج اللي المقاول اللي كتكلف بالديار والبناء والشراء والبيع كيبيع عشري كيبيع عشري في الحديد وكيبيع عشري في الديار وكل شيء اي حاجه كيبيع عشري انتم ها المعلقه هنا هذا كل شيء المغارف كل شيء عندكم هنا حداكم كل شيء مخزون ها الله يعطيك الصحه والديار والصحه تمنح ملحه مع العطار شنو راه تجيبها معاهم هذا ما تقوش بيه كيفاش سمحوا الرياف الله يرحم الوالدين لما سمحوا لي عجبني عندك خليه يبقى خليه يبقى ضرب الريف اش نربط جامعه في الدرس باش نبروك باش نبروك يا حارث شوف ماشي زعما هذيك الملا الهضره ديال الملا الهضره ديال الملا مزيان اي هما مزيان بالله هو كيبقى بدا يجي لا خلينا ماشي زعما بالعاطفه ريفيه واعر بالله لا رياف لا عزازين عليا ولا اللهجه ديال الملا تعجبني انا علاش كنقلدها لانها كتعجبني تما كتعجبني ما نقلدهاش اللهجه الريفيه عندي عندي سبحان الله عزيز وفي راسك واحد القضيه متبعين احنا الناس الحسيمه بزاف تبارك الله من اطيب خلق الله شوف الله حنايا الله مرسل اسمعني خلي سمعوا مع المشاهدين باش نعاود لكم القصه ملي مشينا للحسيمه العام فوقاش مشينا للحسيمه واللعب نول لا في 22 2022 عامين دابا عامين شوفوا قبل ما نمشيو للحسيمه كنا كنسمعوا باللي الحسيمه فيها العنصريه والناس ديالها صعابين وما عاد شني وما كيعطوش الظروف للانسان وما عادش والساعه اللي مشينا للحسيمه فاذا بينا كنتفاجئوا واحد المفاجاه اقسم بالله الا ديك الناس من اطيب خلق الله بلا مجامله بلا تحاج وعرفت تبارك الله شحال الناس تما كيتجمعوا لينا وتصوروا معنا بين بوليداتهم وحلوين صاحبي واحد التواضع فيهم ماشي طبيعي واحد التواضع والعزازه يتلقاو ويصلوا النساء يبداو يدرعوا فيها الدراري يتلقاونا اخويا علي عزيز علينا بزاف وحنا معاك وكمل تبارك الله نمشيو للمطاعم عاون جبروا كل شيء عرفي مرحبا بكم اجيو كلوا ملا ما تخلصوا واحد الناس الله يعمر سلعه سرينا المغرب تقريبا كامل صوروا ما يبدينا كل شيء مزيان وكل شوف الاتجاه الشرقي حتى صدقنا في الدخله ولكن المتتبعين اللي عندنا في الحسيمه شي طبيعي مول الجيني عارفك مول الدراري عارفك والله العظيم مول الحانوت يعرفك مول الشان كيبيعو يعرفك قسما بالله شي خطرات انا ومروه ما كانش كيقدر يخرج قلت كنعدل هيدا الشان بالكمامه هاي ونمشي نتسخر هنا شرفتي من باش توقف وتصور مع كل شيء وتبارك الله والناس يتجمعوا عليه هذه وقت المحبه تقدر ناس الحسيمه قسما بالله قال لك لا مشكل
اقسم بالله ريافه اللي احسن ريافه علاش تدعو عليهم ديك النظره بانهم صعبين لانهم معقول عندنا في هذه البلاد في هذه السعيده اللي معقول كيقولوا العنصري العنصري واللي فيه تخرويض ما كنقولوا على ذاك مزيان بالعكس والمعقول المعقول هو كل شيء الانسان اللي كيجيك معقول وكيجيك نيشان وهذاك هو اللي خصنا حنا مصدق المغرب كامل ما كنهضرش زعما على زعما كاين شي منطقه قال لك فهمتي ديك حجر وطوب انا كاين حجر وطوب في الشمال كاين حجر وطوب في الداخل كاين حجر وطوب فهمتي ديك كاين المزيان وكاين العيان ما نكذبوش راه حتى في الداخل الناس كلها عمرها سلعاوي حتى شفنا على كليسه مجلسه نعم سيدي والكحول في هذيك ديالها بسبوسه بسبوسه يا 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 على نادي يلاه يلاه عمو ديالي كل مع راسك يلاه كل شو كان الا لاحظتي الا لاحظتي كاين واحد ما بقاتش واحد العداوه بيناتنا بقى واحد الانسجام بيناتنا نعاونوهم ويعاونونا حنا ملي كنحطوا حنا نرجعوا في حالك حنا الكارت ني التصويت كيف وصل هذا التصويت انايا بالي 90 جازت في رمضان التصويت البارح الاربعاء الثلاثه انتم متفوقين بالصوت كنشكركم بزاف وكنقدم لكم واحد التحيه نرفع لكم القبعه نرفع لكم القبعه ديالكم وشكرا لكم بزاف مع الفريق الازرق وزيدوا صوتوا احنايا شوف احسن احنا شوف احسن طبق كنصوبوا الصراحه وكنديروا المزيان ديالنا وكنديروا فهمتي شو ما مرضاش شوف 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 المشاهد يمكن مسكين يتالم في الصمت زعما هذاك المشاهد لا صافي هنهر صوتو عليك ملي تعطف المشاهدين باش يصوتوا عليك شوف المتتبعين شوف محمد طلع تشوفوني انا شوف المره هذه شوف المره هذه يا صوتو عليك شوف المسابقه هي اللي عندي المسابقه ما عندي ما نقيله ان شاء الله قالوا المسابقه احسن مسابقه تعجبني لا مجال للعاطفه هي كل فريق متفوق ابو وحيد شوف كيكون شي قويه والله صراحه شجاع قبلتي شوف انا ما نضربش ما نافقك عاود انا تنون واخا انا مزيانين هكا عم ثلاثه ما خليش نقطه في الرابعه صراص شوف نهضروا نيشان والله اقسم بالله والله اقسم بالله المنافسه مش قويه كنا مشي ثلاثه كنا مشي مزيرين البارح غلبوا علينا داو النقطه يعني 4-3 انا راه نتوما شكون يربح حنا ما عندناش المشكل ما عندناش مشكل شكون المهم الكل التصويت في المصداقيه ضحك يا اختي من يلقى الربيع يا من يلقى الربيع مليون قرب جازت 10 ايام الاولى 10 ايام الاولى من راسي لا 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 يا الحبيب يا منيو دابا انا دخلت فيه دابا دابا انا دخلتي في المليون لا دخلتي في النص المليون دابا تشوف دابا دخلت ديك 2000 درهم تشوف الا ربحنا هنا المتابعين بنجيب لهم 2000 درهم ونقول انهم راضخي واياكم هالاشراف انا خلينا بالرزاق اخي اشرف اشرف مرزوق اما كنا طفل شنو الاحساس ديالك وانت دخلتي في النص المليون دابا اشرف انا يا الصراحه ما قدتني فرحه ايوا بندبر على راسي في الشهر معنا جالس كاع ما كنت داخل في المسابقه ودخلت صافي دبرت على راسي اجي نقول لكم واحد الحاجه مسابقه شوف مفاجاه المسابقه هو الدخول لاشرف اكبر مفاجاه عاد وقع هي الريمونطادا اللي بنديرو حنايا من تقلبوا عليهم وبنديوها عقلوا على الهضره اللي نقول لكم كاينه كاينه لان مراد خاي دائما كتغفل لك حتى الاخر عاد كدير عاد كدير شنو الاحساس ديالك اختي وانت دخلتي في 10 ايام الاولى ودخلتي في النص ديال المليون فرحانه واحد الفرحه كبيره اش كنقول للمشاهدين على حساب التصويت ديالك شكرا بزاف الله يرحم الوالدين ديالهم وشكرا بزاف على التعاليق ديالهم الزوين والله يكاد الله يكاد الله يرحم الوالدين ديالك فرعون عبد الله يكاد صوتي مع الدرويش وصوتي على الازرق هادي ماشي العاطفه كلشي هادو ماشي ذات المصداقيه شوف 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 المهم دابا كما كتشوفوا هنا يا لاله ماروكي حلت العيون كتحرك لهم هذا الشيء هذا انا ما كيهمنيش الا فرقه انا ولا كيهمني غير كلشي هذا عندكم شويه ما بغيتوش هذا ما كبغيتوش يتحرق غير زعما كلشي بعجبك فهمتي شحال كتوقع باش تفوز انت شحال 2000 ها هذا عاد فيها 2000 درهم هاتي تم وحنا بنربحو فما حنا ها هاتينا عاد هاسك حبيباتي لبديت انا ندبر عليك فريه بنركبو هذه تما بنخسرو حل حال 20000 تم طقطق حال 20000 ريال ما بقناش عليها الريال ما طلعت 50 اورو في البحر في الرمله اقسمه بالله شنو زار عندك سمع سمع المشاهدين الناظره قال لك في البحر يا احمد هل عام طلعت 50 اورو من الرمله 50 اورو 50 اورو شنو هذا الدرهم وروينا ذا الناس 50 اورو 50 اورو واش طلع جوج 50 اورو 50 اورو ملوين 1000 درهم 1000 درهم وروينا ذا الناس اللي لعبوا تما وحنا ركزنا المضرب سبحان الله تما بقاو بقاو يا فاطمه خربقوا في الرمله عندك مرزاقه الزوج والله بداو خربقوا في الرمله والله مرزاقه ويا طلع على هذه قلت له شنو هذا قال لي هذا قلت له انا ما قلت له راه رحتينا في الصويس كيف صرفتي لا لا اسمع صرفتهم شي الصيف هذه انا نديكم صرفناهم شي نضربنا واحد الغداء واعر
كما كتشوفوا كيضيفوا القشده الطاريه ويا سلام. انا بعدا ملي كنشوف الماكولات بحال هي تحت كتساليو معي كتشاهوني صراحه ويصل ملي كنشوفكم عايشي مع الفورماج مع شي كيضيف له واحد التعليك هو حلد فس ولاش كعجلات فس الفورماج. شوفوا هنا عاوت اختي فاطمه شوفوا عطيحات هذا كامل طيحات تما عاوتاني يلا لا عفسو عفسو احمل مزيان وعاد تحرك شنو هنا كذا وجدوا الكريم يا سلام شوفوا شوفوا على كريم هذا وقت الخير قوموا تغنموا زيت شوفوا كيفاش هاد واو كي بيجيو هذا ما تعينونيش شي خمسه والخمامس بلاتي والعنين ديال الكمامس لا لعب شويه عليك ابنتي ركز بشوي لا لا ماشي هذاك ومشي كما قلت قبايل هايدا ها زيد لا هايدا لا لا كما كنت ماشي هايدا هايدا هاكا يلا رجع ليه نعاود حيد الجامع هايدا ها انت هنا نقول له حيد الجامع والجامع ديالنا هايدا طمولات ناموا ابا باقي نجيبو عاوتاني باقي نجيبو الطحين والماء باش نسدو باش يلصقوا هادو ونسدو باش بيت سدو الطحين والماء صافي بركة عشرة هذه هي التعمير العمر شي بزاف باش يتشدوا لك الا عمرتي بزاف ما يتشدوش خصني معايا يطلع هذه كيجي شوفوا كي كيجيبوهم على شكل بريوات شكل مثلث كدوروا كما كدوروا البريوات شو دمروا مروة على مروة شو دمروة ما كتشوفوا دابا كيعملوا واحد شويه الطحين كيلصقوا به ديك الورقه واش دابا هادو عاد يتقلاو ولا يدخلوا الفران باقي نعيطلو في لاشا بلوغ وفي البيض اجيو الاخوان الطريقه ديالي كيفاش جات شش ما شاء الله الله معلم سيدي احمد علم حاين لازم سيدي علم حاين لازم دوارو مبقى الدوار دوارو على المحنة عازم سيدي دوارو على المحنة عازر قن 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 صار الناس ابويا المحاي لازم وامسي كاملين واملين كيقول له سكيري كيقول له انت ما عندكش خرقه ديالها قال له انت كيقول له انت عبوك وقعدت على الدص قال له انت عاد قعدت على الدص انت شنو درتي قال له وين امتى سكيري شعيبه المهم صراحه والله الا هذاك كان احسن سلسله كدكوس اقسم بالله الا احسن سلسله قازت هذيك وجاع التراب اللي ما تفرجلوش المشاهدين يتفرجلو السلسله هذو جاع التراب كتجسد الواقع زعما المغربي للناس اللي كيموتوا على التراب زعما واعر انا عجبني بزاف وتفرجلو عاود جوج المرات صراحه المسلسل القديمين هما اللي كان فيه اللي كان واعر ما دابا بقعد تخربق احسن هنا عاوتاني مقابل الكريب صافي شتي كذا جات محمرة يا سلام فين وصلتوا؟ احنا خدامة احنا نلعبوا الصينية شكرا هانتوما ها؟ نقول لك عروض انا يبكيش لا هو ما كيبكيش محمد علي عمرتو الصينية تبارك الله عليكم هنا عاوتاني كملتوا انتوما ولا باقي الكريب؟ شوفوا باش تعرفوني قسما بالله اللي كنت كنحرك لهم الطاجين ديالهم بالزوره طال تحرقت حرقني الطاجين ديالي بنت الحبيبه احترقت من حس حالهم يا لاطف يا لاطف والله الله على بنتي تحرقت شوفوا الحداقه شوفوا الحداقه شوفوا شوفوا هذه ملي كنلصقوا هي يسعى كنجيبو الموس وكنقطعو على هاد الشكل هذا هانتو خطيك الكوزينه يا خطيك الكوزينه رواحي رواحي هو خليه 10 عمل 10 ولا احسن 10 وحمد 10 شحال جات تما ذا الكريب 40 وحده تبارك تما 40 وحده والله ما كنديرهمش جو محمر فين عندنا الطاجين محمد عندك هاد الصغريه بوحده شكون هذا الخشخش والبورفو هذا الخشخش والبابو ايوا الفابو انا جيت نقول البابو لما زريعه بولعمان سبحان الله هنايا تزرع ها هي يا هي الكحله ها هادوك كيخلطوهم في البيض وكيلويهم هنايا في هاد لا شابلور كما كتشوفوا يعني هاد الخبز اللي مطحونه ولا ما مقرمشه مقرمشه وكيطحن وكينزلوهم هنا يتقلاو عجيب واعرين مقرملين
ما كتشوفوا هنايا. يلا شوف اللي تقلع حيدم. كل شيء محمر شوف. يا سلام على تحميرة. شوف شوف حيد منها. ما كما كتشوفوا عاملين هاد الشبكة هادي باش كيقطارو كيقطارو من الزيت. يا سلام. ولا لا 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 يا بركبي باع الفيرما ولا لا 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 ولا لا 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 يا المريون باع الفيرما. خلي هذيك صح. لا لا بركة انا مع هاد الشيء مزيان ما مرغلا شي مزيان ديك. لا بارك عليها يا هادي. شوفوا 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 ما شابلو يا سلام. انا مقيد ولا لا؟ اهلا بنتي جات من المدرسه. اي 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 هي اللي جات من المدرسه وفاطره هذاك كنت كيف بدا جات من المدرسه في وصلت ويصال انا سعيد. طيب واحد اكله غدا خطيره خطيره. انا طيبو حتى حاجه في الدار. انا غدا ما طيب حتى حاجه في الدار. جاك اش يا ويصال صراحه كي جاك. يا سلام يا سلام قد ايه حلو الغرام علينا. تبارك الله عليكم. الفريق الازرق ديما متفوق ان شاء الله يا ربي والفريق الازرق ديما منتصر. فاطمه وليداتها تبرق ما غلبات. شوف عليكم زمان حقرونا. قل معاه بلاتي خرج لكم ديك السينيات من الفران واجي تشوف. الله رب السلامة يا رب السلامة المرة ديالي هذه الحتراء. شوف شوف. واه يا سلام على قرم عشاء. زايدة زايدة. مشاهدين مشاهدين. خلينا من ديك الصداع ها 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 فاطمة وليداتها. واه شوف شوف المعقول اللهم بارك وزيد في ذلك. طيب بقي الفران نطفى لكم ياه. الفران وقع لكم في الديفو. باقي ساعة سمايل. يلا خليني اخي. لا والله انا بنهز 100 كيلو بنهز 100 كيلو نرجع كامل برجع بحال الشاب بالعرض. نعيطوا للمعلم نشوف كوساغ لكم الفره. نطعم العافيه ماشي زعما. لا عاد طفال من العافيه. ماشي طفالنا من العافيه وما عاد زيدوا فيه الفران العجينه كنا باقي ما دخلناه. حنا قلنا الفران يسخن. شوف تما السوان. ونطفى باقي ما دخلناش السوان. يعني ملي تطفى كنتوا باقيين ما دخلتوه. ما دخلنا السوان. كيطيق بخور على واحد الكذاب كذب يقول اي حاجه يقول احمد يكذب عمركم تيقوا به. فوقاش تيقوا به؟ تيكون مطيح مره يكون مرير كيعيط بالعاده يعيط ويبكي ودموع تبصح اما دابا عايكذب عمي الله يعزو عليا الله يعزو عليا حقنا متفوقين عليهم بثلاثه لاربعه كخدامين النار ماشي هما هذا واو واو ما شاء الله الله لك تشاهي واعره. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كلمه عظيمه. بسم الله بها بديت باش كيبدا البادي وعلى النبي صليت مولاي محمدي. لا اله الا الله لا اله الا الله. شوف شوف ماما تسخني باش ما تبردش. وار الجاج فاطمه انت شطريت من القيه وعلى ريحه طالعه على القرملي. كان انت شطريت من هذه القيه احمد علي. اي شكون جا عندنا اي شكون جا عندنا اي شكون جا عندنا. يا 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 كل هنا اكل هذه زريعه القريعه نيتك من الطرف يلا هذيك حركوا حركوا جيب المسخ الروين هذ المسكينين صاحبي قطعوا في جديد. او يا سلام عرفتي كيفاش كيبان محمد وعرفتوا منا بزاف. شحال الضو عندك احمد؟ جوج د الضيوان انت. لا لا عندي واحد عندي نظيره. خبرك علاش حال يخرج منا اسماء مرا تخا هذا يخرج منا واحد 60 دابا عندي واحد الا هذوك واحد انا عندي ثلاثه هي فاطمه الشميعه زعما البوله يا نظيره البوله الكبيره هي هذه بعد ماشي البوله اللارك. اي 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 وسمعوا يا قال لي علاني قداش عندك البولي في الدار زعما على برا عندنا مشعولين. قلت له عندي واحده بقا تشوف يقف زعما تما جوج ما قلت له عندي واحده هي انتينا تفاجات شتي دابا بما انك قلت الهضره هذه هي وهذه خصها قول لي كيفاش جاك الاحساس ملي قال لك عندي واحد البوله. ملي قلت له عندي واحد البوله الضوء الشعر هاي قومه باقي فيها انا ديالي احمد سير سير قومه دياله قومه ديالك دابا كما كتشوف الله يجعل شي بركه مسالين الفريقين دابا غنحسبوا ديك الشيء عاوتاني باش يقسموا ديك النصيب. يلاه بسم الله قسموا دغيا يلاه زربوا علينا المغرب باقي لها نص ساعه الحمد لله سالينا بكري العشيه. جيب احمد الباني ومليه ها ها راه الواحد تم يلا 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 الجماعه جاني جاي الخير الجماعه عمل بالجوج هو يصالوا عمل بالجوج جوج هنا جوج هنا جوج هنا جوج كاين اللي كيكونوا طوالين كاين اللي كيكونوا صغارين. انا خديت نقي يعني ما صايدك شي داكشي مقاد
تبارك الله عليك. بلا ما يذكر فصلنا ديالي بنحطهم معاه هنا ديك الساعه ديال نديرهم في انا ديالي بنحطهم معنا على الطابله ديك الساعه تبان غادي نمشي طبصي ديك الساعه نقلب اللي بنعبيه هذه بنخليها مفاجاه للمجموعه ديال الطابليات الحمر مع الزهره خليها مفاجاه الجمعه شو ما نمشي صحنا نطار هنايا دابا كما كتشوفوا هادو قسمناهم جاو 15 لواحد هذا اللي محسوبين اه ثلاثه ثلاثه سته زي جوج هاد السعود زيد ثلاثة تما هاد السعود باقي هادو بجوج هاد السعود زيد لهادي هاد السعود شحال شاطو هنا ثلاثة وزيد واحد الاحسن وجوج اختي نتمنوا تكونوا استمتعتوا معنا ان شاء الله كما كتشوفوا دابا كل واحد عاوتاني عايمشي يفطر مع وليداتو المهم نتلاقاو غدا ان شاء الله